صناعة أخرى وحرفة أخرى قاعدة تندثر، حبينا باش نركزوا عليها وحبينا باش نشوفوا اليوم مراحل اللي تمر بها الصناعة هذه حتى توصلنا برودوي فيني، برودوي مزيان، برودوي نستعملوه كل يوم. دونك حبينا اليوم في مدينة منزل فارسي من ولاية المنستير نلتقي بسي محمد بالطيب اللي باش يقول لنا مراحل اللي تمر بهم الطين حتى يولي برودوي فيني. طابونة، طابونة معروفة على الساحل، الكوانن وغيرها من المنتجات اللي نستخرجوها من مادة الطين. مرحبا سي محمد. بداية سي محمد، منين جيبوه التين هذا؟ كنت تقول لنا على المراحل الكل. من الواد. ايوه. بالواد بعد اللي معناها يخمروه بالماء، بعد اللي يزيدوه بردويك الغبار ومعناها وشويه سفاف والتفون ويخلطوه، ومن بعد معناها يعجنوه، وبعد اللي يعملوا بهم توابل. يتعجن. يعجنوه باليدين. توا الصنعه هذه انتم حفظتوها ابن عن جد. ابن عن جد. من اللي تخلقنا نعرفها الصنعه هذه. ونساو رجال خاطر هذه تقريبا صنعه عائليه، يظهر لي هكا حرفه عائليه. كان النساء يخدموا فيها. ايوه. والرجال هنا يهزوا السلعه ويبيعوا ويتصرفوا. فهمني. وقت اللي يتفرى ذاك الزاد يعملوا منه كوان، ويعملوا منه الكوان بصفه عامه، معناها برشا انواع. ويبيعوا فيه ويصدروا فيه، ومعناها الناس الكل تستعمل فيه، الناس الكل. سي محمد، فما رواج توا المنتوجات هذه قاعدين نشوفوا فيها كيما الطابونه غيرها، فما رواج، فما شكون يشري، فما تبيع، الناس الكل ياخذوا، كل الساحل، قروان، نابل، حمامات، كلهم يشروا فيهم. كيما سلعه نابل، كيما سلعه مكنين، كيما كيف كيف، كيما التواجد نتاع البرامه. كلها كيف كيف، كيما ترى هنا ترى غادي. السلعه هذه تتباع في اي بلاصه. ساعات يعدي واحد ياخذوا فيهم بوتون في التلفزه في البرامج، معناها تاع البخور بتاع كل شيء وتاع العروسات يخدموا به. الناس كلها ياخذوا فيها السلع، السلع ديجا مطلوبه، الناس كلها هات ياخذوا فيها. توا البرودوي هذوما الفينيه كما شوفها قاعدين نشوفوا احنا، الكوانن والطابونه كل يقعدوا معناتها مدى استحفاظ عليهم هكا ولا هذيك عمرها؟ بعد عليهم على المي وكو. تو هذيك الطابونه غادي هذيك تو شيحت، هذيك تستعملها بعدها فيت كملت باغا طاب من المطر، ومن بعد معناها تقعد تشدك اذا تعدي عليها المطر بتبيع ما يتبل تاع الطيب. هذاك هو الواحد. يعطيك الصحه سي محمد، بارك الله فيك. Thank you.